شو؟ قلت لك تشيكي؟ مزبوط مخدرات، بس ما بقدر أعرف نوعه مزبوط هلا. حتى لو أنت بدك تتركيني ما عاد بدك تشوفيني، أنا ما رح أتركك، رح أضل معك. إيه؟ تهديد. ما فيني عم كمل حياتي بدونك. شيرين عم بكتشف إنه عن جد بحبه. بحبه بس بعرف إنه هيدا الشيء كله غلط. إذا حدا بيطلع شيء من جوات الشركة لبرا بيطلع هو لبرا. دارت لك؟ حط ببالك شغلة إنه الشحنة طلعت من المستودع. عن جد؟ إمتى؟ كيف؟ من شوي عرفت. من يوم وبالرايح طيّت لي يا بيك. هذا شو عم يعمل هون؟ مين قصدك؟ علاء. ليش؟ شو وظفته هون بالشركة؟ ايه؟ ما يكون عندك مانع؟ هذا الزلمة مش نظيف سليم. يجرح قلبك أغلى حبيب بتنسى وما تفرق معه. تعرف لما الظن يخيب وإيامك تغلط معه. يجرح قلبك أغلى حبيب بتنسى وما تفرق معه. مش يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس، لكن على كتر الجروح زايد صار خي النار. مش يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس، لكن على كترة الجروح زايد صار خي النار، زايد صار خي النار. تعود قلبي وما في زوم لا ازعل ولا زيد هموم. تعود قلبي وما في زوم لا ازعل ولا زيد هموم. ما في شد رح بتدوم وفي ضحكي بعد الزعل. تعلمت كتير تألمت قويت وما عاد انكسر، على فشلي مشيت تقدمت ربحت الدنيا بالصبر. مش يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس، لكن على كتر الجروح زايد صار خي النار. مش يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس، لكن على كتر الجروح زايد صار خي النار، زايد صار خي النار. تعود قلبي وما في لزوم لا ازعل ولا زيد هموم. تعود قلبي وما في لزوم لا ازعل ولا زيد هموم. ما في شد رح بتدوم في ضحكي بعد الزعل. طمني حضرة المحقق. استاذة شيرين، والله عنا شغل كتير، مش ناقصنا شي نتسلى فيه. ما فهمت. ما طلع في شحنة لا بالمرفق لا بالمطار، ومبارح قامت الدنيا هونيك وشو؟ عالفاضي. كيف يعني ما في شحنة؟ شو هالحكي هيدا؟ بدك تسألي مصدرك المجهول، أو يمكن عم يضحك عليكي. حضرة المحقق لو سمحت. استاذة شيرين، ما بدي ضيع وقتي أكتر من هيك. المرة الجاي إذا عندك معلومة أو خبرية بتمنى عليك تقدميها بشكل رسمي كرمال نحن ناخد إجراءات رسمية، وإذا الخبرية أو المعلومة طلعت كذب
ساعتها بنعرف مين نحاسب. وبعتقد انه فهمت كتير منيح شو قصدي. وهلا عندي شغل ممكن. شو هيدا؟ شو رأيك؟ في جنة. ميرسي. هذا كله إلك. مثل ما نورتي لي حياتي رح نور لك الدنيا كلها. ما بحياتي كنت بتخيل أعيش هيك لحظة. مجنون لأني بحبك. شو بك؟ ما بعرف، بدي روح على البيت، مش عارف شو بدي. خود اشرب العصير. لا 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 ما عبالي. طيب اذا بدك تروح روح. لك لا لا ما قصدي هيك، بس دي يا بليز بدي تعرفي شو. انت منك ملاحظ انه كتير عم تاخد؟ اوكي بعرف، بس اخر مره بليز. طيب رح فوت جيب لك من جوا. والله لو بيشرح لنا عامر المناهج مش أحسن من الدكتور؟ والله كتير فهمتها منه. ريما؟ ريما؟ إيه شو؟ شو بك؟ ولا شيء. مش تأخرنا عن المحاضرة؟ ريما هون؟ عشمي تشافك ولي؟ معقولة وينك مختفية؟ بس اللي يومين ما جيت عالجامعة. أنت منيحة؟ إيه ماشي الحال، بس هالفترة مش كتير عم برجع عالجامعة. ليه شو في؟ ولا شي، بس هالفترة شوي تعبانة أمه لعامر، عم قضي كل اليوم عندها. حرام، هي كتير طيبة، تقبر قلبي شو بتزعل إذا ما قدرت أجي لعندها. إيه منيح؟ منيح. يلا نفوت على المحاضرة، تأخرنا. أنا ما بقدر، ناطرة عامر تيخلص تنروح سوا على البيت. مشي ريما، مشي. باي صبايا. لك وين راحت يعني؟ شيرين روقي، قلت لك ما بعرف. فريد، أنت عم بتكذب علي. هلا هذا آخر شيء اللي طلع معك؟ كل شيء عملته معك وطلعت عم كذب عليكي؟ طب خبرني وين راحت؟ شيرين، عن جد روقي. بس يخلص الدوام بلاقيكي وبنحكي أنا وياكي. لا لا ماني حروقة لتخلص من الشغل، جاي لعندك أنا. مجنونة ما فيك تيجي هلا، شو بكي؟ إيه مجنونة فريد، مجنونة. شيرين، بدك تروقي. شو بدك يجن علينا سليم هلا بلا ما نعلق مشكل معه؟ بس يخلص الدوام انا بلاقي لك وبشوفك. ولك يضرب سليم ويضرب الدوام ويضربوا كلهم كمان. ماشي هلا بجي بلاقيك قدام الشركه. اوكي رح اوصل ودق لك فريد. يلا باي. قال سليم، قال هو كل المصايب من هالدب هالبطيخ. سليم وصلت البضاعة بخير وسلامة. الحمد لله يا بيك. عم تتقدم بسرعة يا سليم، وهيدا الشيء كتير منيح. شكراً يا بيك. يلا الأيام الجاي منشوف. أكيد، وإن شاء الله بكون عند حسن ظنك. إن شاء الله منشوف منشوف. الشغل الجاي كتير كبير. وأنا قدها يا بيك. رح توصل لمرتبة عمك ولا لا؟ أكيد رح أوصل. بكرة بتشوف يا بيك. إن شاء الله خير.
هاي. هاي ريمو، هاي ريمو. هاي عمر. ما عندك محاضرة؟ بلا. ليه منك جوا؟ هيك حسيت ما انجل هذا. كشي؟ ابدا. اذا بدك انا خلصت من هون، فينا رح نقعد شي مطرح اذا بدك. كيف بدك تروح؟ ما عندك مشوار؟ مشوار شو؟ علا ناطرتك لتروح معك على البيت. علا؟ ايه علا. الحين ناطرتك بالجنينة. ريما، ما في شي بيني وبين علا. ويكون في. أساساً ليه بدك تخبرنا؟ عم خبرك إنه لازم تعرفي إنه ما في شي بيني وبينه. أنت بتعرفيها منيح وبتعرفي حركاتها. من الآخر، هيدي بنت لزقة. ضربت صحبة أمي وصارت تجي لعندك اليوم. قلت لها كذا مرة ما بقى تجي، حطها للطشطة. ما فهمت. يعني مش ناقص غير أنا أشحطها من البيت. ريما، ما بقى بدي إياك تفكري بعلا. ما بدي أهدئك بشي بقى. بليز. طيب، بدك تروح نقعد شي مطرح أو بدك تفوتي على المحاضرة؟ أصلاً ما خلص بلشت. طيب نمشي؟ ليش لا تتركيني؟ إحنا اندسرت كل حياتي. هدول اليومين اللي مرقوا حسيت حالي ضايع. بليز ما بدي أعيدهم مرة تانية. بدي اياك تضلك جنبي. يا واتي، أنا انحط بهيك موقف؟ من الأول كان لازم روح لعنده وأنا آخذ العينة. أكيد كل الحق على البطيخ فريد. شو بكي؟ عن جد ما عم بفهم عليها هالبنت. قصدك ولا؟ هالقد بتحبك؟ ما بعرف إذا اللي عم تعمله بسموه حب، بس مش مهم هي. مهم أنا كيف أشوفها. والمهم أكتر أنا مين بحب. روحي تنتغدى، أنا عازمك. لا ما بقدر، لازم أرجع على البيت. ليه شو عندك؟ في كم شغلة شغلت لي راسي. بقدر ساعدك بشي؟ لما تقدر بقلك. لكن نزليني هون وأنا بروح سيرفيس. لا ولو، أنا بوصلك. شو كل مرة بدي أعذبك؟ صار لك ساعة عم تشرح المحاضرة، معقول ما وصلت؟ على فكرة أنا كتير مبسوط إنه سمحتيني. بليز عامر، فينا بقى نحكي بهذا الموضوع؟ ما عليك؟ على فكرة حليانة اليوم. إنه أنت أصلاً حلوة بس اليوم حليانة أكتر. مش عاجبك كثير اليوم؟
مين؟ هي بتعمل شيرين؟ شكلها ما انتبهت لك. كأنه بهالشيء. أنا صار لازم أمشي. لوين حبيبتي؟ لسه بكير، ما شبعت منك. حبيبي بدي أوصل على البيت قبل ما ترجع ريما من الجامعة، بتعرف. طيب، خلينا نسهر اليوم بالليل مع بعض. ما بفتكر رح أقدر. حبيبي بتعرف الوضع، خاصة هيدي الفترة. ما تزعل مني بليز. يلا. طيب يا سليم الزفت، حطيتك براسي وكتير كمان. كيف يعني ملقوة؟ ملقوة فريد، ونحطيت بموقف مثل الزفت عشوائي. المحقق حيشحطني من المكتب. شو؟ هذا الشيء ما بتفسر إلا بطريقة واحدة بس. كيف يعني؟ يعني إنه سليم حس علينا ولغي العملية، ولغي الشحنة، بس طلع الخراط برات المستودع. حس على شو يعني؟ ما بفهم. شافني أنا وياك قاعدين بالمطعم، فكر إنه عم بخطط لشيء. روقي روقي، أنا بتصرف. ما بقى في أتأخر أكثر من هيك. لازم أمشي. نحكي انا وياك بعد الشغل، اوكي؟ ما بعرف فريد، ما بعرف، اصلا بطلت افهم شيء. راسي قد الطبل. خلص بروق انا شوي وبرجع بحكيك على رواق، اوكي؟ خلينا انا اتصرف، اسال كم سؤال واعرف كم شغله من الشركه من المستودع. بعرف وبحكيك وبخبرك، بس انت روقي. ماشي، باي. شو هيدا؟ والله ما عم بفهم شي. خليني احكي مع فريد. لا لا، ما بدي بين حمار قدامه. خليني اقرا ارجع مره تانية. الو، شو بدك؟ كيفك يا بيك؟ كيفني؟ عم تتصل فيي لتسألني كيفني؟ لا لا لا، يعني هلا بهمني اعرف كيفك، بس انه عم بتصل بس لخبرك انه استاذ فريد فل. طلع من الشركة؟ لوين راح؟ ما بعرف والله، علمي علمك. ما بتعرف؟ وليش ما بتعرف؟ لأني ما لحقته يا بيك. يعني ما لحقته؟ أنت شو غبي أو شو؟ ليه ما لحقته؟ لأنك ما قلت لي يا بيك. ضروري أقول لك لتلحقه؟ يلا الحقه على السريع. ما أغباك. طال منيح وصيعته، ريت ما خبلته أكلنا بهدلة. الله، شجرة مثمرة. إن شاء الله عطول شوفك هيك يا ابني. ما فهمت. إنه هيك مبين عليك مرتاح. تعذبت بالمجية؟ لا والله، جيت مع رفيقتي. أي واحدة؟ اللي خبرتك عنها مرة الماضية. وليش ما نزلت تتعرف عليها؟ ولا نحن مش قد المقام؟ لا يا أمي، ولو شو هالحكي، بس هي مشغولة شوي، رح تجي لعندك تبقى تطمن عنك وتزورك. وعلا؟ شو بها علا؟ انه شفتها اليوم بالجامعة؟ لا. اف، كمان اليوم ما داومت؟ ما بعرف. ماما بدي اقول لك شيء بخصوص علا.
صايرة عم تزعجني كثير. خير شو عملت لك؟ عم تعمل وكثير. أنا عم أهرب منها وهي عم تلزق فيي. إيه بس أنا ما شفت هيك. ولو ما شفتي؟ فكرك ما جيتها لهون كرمال شو ماما؟ كرمالك؟ ماما إذا دقت لك شو مرة بدها تيجي لعندك تحججي لها بحيالها شيء. عملي معروف. شو ماما؟ هاي نعمة، عم حضر الأكل وعملت لك طبخة كتير بتحبيها. مرسي. شو وينن؟ والله شيرين وصلت معصبة وقاعدة بأوضتها وأمك عم تغير تيابها. عم تغير تيابها؟ ظهرت أو ظهرة يعني؟ ما بعرف تعرفي الطبخة على النار رح تحضري. هاي ماما. كيفك؟ شو هلأ رجعتي؟ ايه كنت عند المحامي انا وشيرين عم نخلص قصص الممتلكات والوردة. يعني رحتوا بفرد سيارة؟ بسيارتها. ايه ليش في شي؟ لا بس نصيرها بخوف عليكي بس تسوقي. لا حبيبتي ما تعتلي هم، رجعت تذكرت السواقة. ايه منيح لكن ناطرينكم على الغدا. ايه يلا. طنط شيرين. هاي حبيبي. بك شي؟ لا لا هيك شي شغلي راسي شوي. انت كيفك؟ منيحة. شو كنتوا انت والماما ضاهرين؟ ايه رحنا عند المحامي ورجعنا. وما رحتوا محل تاني؟ لا لا رحنا وخلصنا ورجعنا على البيت دغري. اوكي طيب بس هيك عم بسأل. رح غير تيابه. اوكي والله شيرين وصلت معصبة وقاعدة بأوضتها وأمك عم تغير تيابه. عم تغير تيابه؟ ظهرت أو ظهرة يعني؟ كنت عند المحامي أنا وشيرين عم نخلص قصص الممتلكات والوردة. يعني رحتوا بفرد سيارة؟ بسيارتها. إيه ليش في شي؟ شو كنتوا أنت والماما ضاهرين؟ إيه رحنا عند المحامي ورجعنا. هذا نفس الرقم اللي دق المرة الماضية لما كنت عند ناجي. ما رح رد. بحبك أنا. إيه؟ شو بك شيرين؟ في شي؟ منك على بعضك، شو في؟ ماشي. متخانقة مع جوزك؟ مع فريد؟ شو بك لكان؟ ماشي حبيبي. بعدين يا نعمة جعنا ولو وين هالأكل؟
روقي رح تطقي. مش بس رح طق، رح افجر. ولك العمى، العمى مش عم صدق معه أحى العمى. ولك بقلها ناطرة عامر تيخلص تنروح سوا على البيت، بتقوم هي بتترك محاضرتها وبتروح بتاخده بسيارتها. ولك شو هالوطاوة ها؟ شو هالوسخنة؟ العمى؟ خلصنا بقى علا، خلصنا والله تخنتيها، صرنا حاكيين بالقصة مليون مرة. خلص انسي عامر، شيلي من راسك انسيه. انسيه؟ ليش أنا اللي بدي أنسيه؟ ليش مش هديك الحقيرة اللي بتنسي اللي خاطبة ورح تتجوز؟ ولا لا؟ بدها كل شي، بدها تقش كل شي. لك على شو هالحكي؟ شو تقش؟ ريما منا هيك. لك روحي، لك أنت غبية ما بتعرفيها بعد. غبية؟ لا أنت جنيتي. إيه يلا روحي، بكرة بتشوفي أنه معي حق. ايه يوسف شو بدك؟ اف شو بك علا؟ روقي، ليه معصبة؟ ولا شي، ولا شي. شو في؟ حكيتي لعامر؟ علا عم بحكي معك، عم تسمعيني؟ ايه سمعتك يوسف. ايه شو حكيتيه؟ لا ما حكيته وما شفته. وبتعرف شو؟ اليوم عشية انت روح لعنده على المحل وطالبه. ولو؟ هلأ هيك؟ انت ما بتروق، شو بعمل؟ طيب طيب علا، أنا بعرف كيف أتصرف. باي باي. عامر أنا عم بقلك شفت مساجات بيناتهم على تليفونه، يعني عم تظهر معه. طيب روقي ريما شوية، خلينا نعرف نفكر. كيف بتقلي روق؟ عم بقلك إمي عم تكذب علينا وشيرين عم تستر عليه. طيب شرب حكيه. يا عامر شو بدي قلها؟ بدك قلها لأمي إنها كذابة؟ تعرف شو؟ خلص أنا بحله، تركني أفكر. باي. بك شي حبيبتي؟ لا ما بنا شي. وينو خيك؟ عم دقله ما عم برد. ما شفته. طب يلا ناطرينك على الغدا. أوكي شوي ولحقتك. ما عم برد يا عمي. وينو هالصبي؟ اكيد صاير معه شيء. ان شاء الله. لا يا عمي روقي. ماما انا الحق علي، انا اللي هملته للصبي. روقي شوي، هلا بيرجع برد. اكيد ملتهي مع رفقاته. ما رح روق قبل ما يرجع على البيت. هاي شرف، وينك لهلا؟ وين كنت؟ عند رفقاتي. ليه ما عم ترد على تليفونك؟ ليه؟ ما بعرف. وين تليفونك؟ تليفوني؟ ما بعرف. شكله وقع مني او شيء بكون. لك مجنون انت؟ حدا بضيع تليفونه؟ لك الي من الظهر عم تلفن لك، كنت رح اتصل بالشرطة. روقي هند، روقي. شو شرطة امي؟ شو ولد صغير انا؟ ايه ولد صغير. لا ماني ولد. اوكي ماني ولد، انا رجال هون. بعمل اللي بدي اياه. بروح وين ما بدي وبيجي الساعة اللي بدي. ما حدا قاله معي. لك شو عم بتقول انت؟ حلو عني بقى، حلو عني. ايه شو صاير له؟ انا رجال هون، فهمتم؟ اسمعوا منيح، انه انا رجال البنت. شفتوا كيف كان عم يحكي معي؟ هذا مش ابني، هذا مش سامي. لك روقي حبيبتي، هيدا عمر المراهقة، هلأ بده يثبت حاله أنه زلمة. بشرفك شيرين، بلا تحليلاتك إيه ما نقصني أبداً. عم فسر لك هند ولا؟ أنا اللي بفهمه أنه ابني بحياته ما تطاول علي بهذه الطريقة أو رفع صوته بوجهي هيك، بحياته كلها. خلص ماما، أنا رح أطلع أحكي معه. هذا الصبي منه طبيعي، اكيد شارب شيء. روقي انت التانية، بيكون معصب من شيء، بيكون مخانق مع رفيقته.
الشاب عشقان. اي روقي، هاي اخته طلعت تحكي معه وهلا بتخبرنا كل شيء. ما حدا ليشه انت كيف بتصرخ هيك على امك؟ مالك معي؟ مالك معي شو بدي اعمل؟ سمعتي؟ مين عم تعلي صوتك علي؟ عليك وعمك وعمين ما بدي، انا لشي البيت هون ما حدا له معي. لك انت شو عم تخبص؟ ايه بدي خبص، ايه بدي خبص قد ما بدي. قولي لها ما تجي. هلا هلا ريما. الله لك يا اختي، كل نهار روح روح تعا تعا، لا وفوق منها شو؟ رقب لي فلان والحق لي علان. حق لي مين؟ هيدا اللي معه مقصوف الرقبه، اللي اخذ مني المصاري. نايبه؟ ايه اللي هو. اختي الله يخليكي. شو؟ انه احكي لي مع سليم. كرمال. كرمال يخفف لي شوية شغلي يريحني يعني. حرام والله حرام انا انه الصبح وعيني قبل الضوء انه. بتعرف شو خيي؟ رح قله لسليم يقدم استقالته وتجي انت محله. شو رأيك بهالخبرية؟ عم تتمسخري هلا؟ ايه اكيد عم بتمسخر. مع الايام عادل كان يمرمطك مرمطون، هلا شايف حالك؟ ايه فهمنا خلاص مشي الحال. طب انه بس على القليل فهمي لي قد ايه رح يعطينا يعني، لانه ما حكينا. بتعرف شو؟ صاير كتير ثقيل. انا؟ لا انا، ايه انت حبيبي، كتير ثقيل. انت وين وانا وين؟ انا الذكا كله وانت الغبا كله. قوم قوم من وجهي، قوم اعمل لي شيء اكله. قوم خلصني. ما في افقع منه هاللون. شو بدك تاكلي؟ حط الجوس مزيد. اهلا يوسف، كيفك عامر؟ تمام مش الحال. تفضل. لا لا مستعجل، بس عايزك كلمتين في مجال. اكيد. طيب انا سايبك لبرا. يلا لاحق. معلم بدي اطلع احكي رفيقي دقيقتين بس. معليه بس ما تتاخر. اوكي ما راح اتاخر. رجع شكله معصب كثير. لا في شيء، في شيء. روقي هند، انا بعد شوي بطلع بحكي معه. انا رح اطلع احكي معه. روقي هند، الحكي معه هلا مش رح يفيد، طولي بالك ليروق. لما قعد تشرب شيء؟ لا لا استعجل شوي. عامر انا كان بدي احكيك كرمال مصاري. انا امنت المصاري من حدا من رفقاتي. يلي فهمته من علا انه بس كم ساعه لانت كنت جيت من الجامعه. مظبوط ما تعرف عنهم. بكره اذا قررت بكونوا معك. عامر انا بعتذر منك والحمد لله على سلامه امك، بس يا ريت تقدر وضعي. يوسف انت اللي عملته معي موقف كثير كبير، ما راح انسلم فيه. بس المصاري لبكره اذا قررت. طيب ميرسي كثير، يلا باي. الله معك. تسلمني الهضام. مهضومة انت كثير مش معقول. بعد ما شفت شيء. اوف بعد ما شفت شيء؟ لا الظاهر رح اتعلق فيك كثير. على فكرة سيارتك كثير حلوة.
كثير عم بلس سارة مثل ما ميرسي على ذوقك. منيحة؟ منيحة، ما بقى شيء. لكن منروح على زيت المطرح؟ أو لا لا خلينا نغير، نروح على مطرح هادي، نشرب كاس ونتعشى. أوكي؟ شو مش الحال؟ خلص مش الحال. يعطيك العافية. ممنونك والله. يعطيك العافية. شو بك؟ لا ولا شيء. ما تقول لي في شيء مشكلة كرمال هيدي علا؟ لا لا ما في شيء. حالي. أول شيء أمي وهلأ سامي. سامي شغلته صغيرة، ماما قصتها أهم. لازم أفكر بطريقة لحل القصة. عامر قلي شو بيه؟ ولا شيء. في شيء؟ لا لا احكي شو بده منك الشاب؟ بده مصاري كريم. هو اللي اخذت منه مصاري تفاوض امي على المستشفى. ايه بسيطة قديه؟ $1000. ألف؟ شو وين فوتها يا زلمة؟ على أي مستشفى؟ شو أنا اللي فوتها يا كريم؟ طيب طيب روح هلا بس نخلص، روح شوف المعلم، خلي مرق لك دفع على حساب. دفعت شو كريم؟ نسيت القنين اللي كسرته؟ طيب اعطيني لبكرة عشية لشوف قديش بقدر أمن لك. لا لا ما تعذب حالك أنت بهالقصة. هلا زمة ولو عامر، يعني لو أنا حطيت بنفس الموقف شو كنت حتعمل؟ كنت حتعمل مثلي وأكتر. صح. هلا خلص مش بيناتنا، أهم شيء هلا أتروق، ما بدي يصير مشكلة مع المعلم. انت لو شفته اليوم ناجي كيف كان عم بيعيط بوجهي ويقول انا حر بدي اروح مطرح ما بدي. رؤي حبيبتي رؤي، مثل ما حكينا انا وانت، سامي معتبر حاله هلا هو رجال البيت، خصوصا بعد وفاة ابوه، فبدك تهدي عليه شوي. طيب بده يروح عند اصحابه يسهر عندهم وحتى ينام عندهم، ما عم اقول له شيء، بس اليوم المنظر يلي شفته بوجهي كان كانه انسان منه طبيعي قدامي. يا ريتك حد يا ناجي يا ريت. طيب انا رح غير ثيابي واجي لعندك. لا مش هيك، هيدي كلمه وقلتها يعني عم بمزح. عن جد هلا بجي. بجي بشوفك 5 دقائق. بقعد قدام الفيلا شوي بلكي بترتاحي. لا دخيلك، ما بدي حدا يشوفني ظاهره، خلص بكره بشوفك. طيب حبيبي بس لازم تفهمي انه سامي مراهق بحاجه لاعتناء هاي الفتره، بدك تروقي عليه شوي. طيب طيب. طيب هلا شو رأيتي؟ ايه صرت احسن. أنا دايما بوجع لك راسك بقصصي. حبيبي لا تحكي هيك، قصصك ومشاكلك هني قصصي. هلأ بتنامي وبترتاحي ولا تنسي أبدا أنه أنا دائما جنبك. ماشي؟ أوكي يلا بونوي. بونوي حبيبي. قلبك أغلى حبيب بتنسى وما تفرق معاك.
عارف لما الظن يخيب وايامك تغلط معاك يشرح قلبك اغلى حبيب تنسى وما تفرق معاك يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس لكن على كتر الجروح زايد صرخي النار يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس لكن على كتر الجروح زايد صرخي النار زايد صرخي النار تعود قلبي وما في زور لا ازعل ولا زيد هموم تعود قلبي وما في زور لا ازعل ولا زيد هموم ما في شدي رح بتدوم وفي ضحكي بعد الزعل تعلمت كتير تألمت قويت وما عاد انكسر على فشلي مشيت تقدمت ربحت الدنيا بالصبر مش يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس لكن على كتر الجروح زايد صرخي النار مش يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس لكن على كتر الجروح زايد صرخي النار زايد صرخي